بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تجربتنا لهذا الأسبوع إن شاء الله بمادة المالتي ميديا هي موضوع الكوانتايزيشن، اللي هي الخطوة الثانية بتحويل أي صورة إلى شكلها الديجيتال. اتفقنا أن تحويل الصور إلى صور رقمية ديجيتال إيميج يفترض أن تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هي السامبلينج والمرحلة الثانية هي الكوانتايزيشن. مرحلة السامبلينج أخذنا إن شاء الحمد لله بالأسبوع الفات، أخذنا الأسبوع ما قبل الفات طبعا، أخذنا التجربة مالتها وطبقناها ونفذناها. طبعا كانت دالة اللي هي يعني كان البرنامج يستخدم دالة الإيمج ريسايز ويكيفها لأجل الاستفادة منها في عملية السامبلينج. طبعا ما وصل أي استفسار من عندكم إنه شنو سبب استخدام هذه الدالة بالضبط، او هذه الداله بالذات لاجل عمليه الـ يعني لاجل اجراء عمليه السامبلينج. ما وصل استفسار، فاحنا راح نفسره بهذا اللاب انه شكل، رجاء انه لا يعني لا تتقبل البرنامج كمسلمات، انه خلاص هذا هو البرنامج وهالشكل لازم اتعامل وياه. انت استفسر انه ليش تستخدم هذه الداله بالضبط، بامكاني انا اغيرها لو لا، بامكاني انا اجيب برنامج بديل، هذا يكون افضل لانه راح يطور مهاراتك بالماتلاب. فبهذه التجربة راح ناخذ الجزء الثاني اللي هو الكوانتايزيشن لأجل تحويل الصورة إلى ديجيتال، ونلاحظ الفرق بين اختيار ليفلات الكوانتايزيشن ليفل. طبعا احنا ندري الصورة ستقسم عن طريق التايم دومين بأخذ عينات معينة خلال وحدات زمنية معينة بتردد يسمى بالاف اس اللي هو السامبلينج فريكوانسي. وعرفنا انه هذا التردد الى ترى كريتيكال فاليو، الى ترى مقدار معين اقل من عنده راح تفشل عمليه السامبلينج، وازيد من عنده زياده الخير خيرين، كل ما يكون ازيد كل ما يكون افضل. فهذا هو الاف اس، هذا تقسيم التايم دومين. العمليه مالته كان اسمها سامبلينج واخذنا تجربتها. تقسيم الواي اكسس اللي هو الفاليوز الامبليتود للصوره او لاي موجه يسمى بالكوانتايزيشن، وهي إعطاء لبولات معينة إلى الارتفاعات الغير محددة بالامبليتود. يعني أنا أجي أقول كل جروب مثلا يكونون ما بين صفر والليفل الأول، كل قيمة أقل من النص راح تنتمي للصفر، وكل قيمة أعلى من النص راح تنتمي للليفل الأول. هسا أكفض طرق معينة يحتسبون بها، يعني يحتسبون بها على أي أساس النقطة راح تنتمي بالتقريب، أزيد من النص أقل من النص، هذا يعني فد توافقية أنه على أساس تحسب القيم اللي تنتمي إلى quantization level معين. يعتبر quantization level هو الخطوة الثانية لأجل توليد الديجيتال image، فبالتالي إحنا راح نناقش موضوع quantization. التجربة راح تكون أو اللاب اللي راح يكون طبعاً البرنامج اللي راح يكون أمامك، راح نقرأ صورة معينة. المرة راح نقرأ صورة هي الامتداد مالتها PNG اسمها بابرز. بابرز يعني فلفل، يعني صورة مال خضروات طبعاً، تشبه الصورة اللي سابقاً كانت مخزونة أونيون اللي هي PNG اللي كانت JPG صورة الامتداد مالتها. هذه الصورة بابرز.png، هذه الصور مخزونة بالماتلاب، أنا ما دا استدعي صور خارجية. انت بامكانك ان تستدعي صوره انت مخزنها بحاسبتك وهي RGB، بعد ذلك تعمل عليها وتحولها الى صوره ديجيتال. شكل الصوره طبعا بالبدايه ايمجري راح يقرا هذه الصوره اللي مخزنه عنده وراح يحفظها باي ام، والاي ام شكلها عباره عن ماتريكس ذات كولومز وروز معينه يتخزن بها الصور. واتفقنا انه تخزين الصوره راح يتم على اساس مصفوفه لها قيم مكانيه بكسلات محددة بقيم مكانية معينة، تقرأ بالعنوان من خلال عد رقم الصف ورقم العمود، ومحتوى البكسل راح يكون الامبليتيود للصورة عند تلك النقطة. يعني إذا تلك النقطة بالصورة دا تقرأ على فرض فد لون معين، هسه احنا نترك الـ RGB بعدنا ما مرينا بها ولا تناولنا كيفية الأرقام اللي راح تكون بالار جي بي اللي هي ريد وجرين وبلو الصور الملونة، لا دا نتعامل فقط مع الصور الار جي بي اللي هي الجراي سكيل، سوري دا نتعامل فقط مع الصور الجراي سكيل اللي هي التدرجات اللون الرمادي أو الرصاصي. لاحظ إنه بالنسبة لقراءة الصورة البكسل محتوى الصورة
اذا كان مثلا عندنا الصوره فقط جراي سكيل، نلاحظ انه احنا نلقى فد رقم معين ما بين 0 و255، بس هسه مو شرط احنا نلقى كل الارقام، يعني ما نلقى تغطيه بلبولات ما بين 0 و255 كلهم، ممكن الصوره تتغطى بفد لبولات 6 فد 16 لفول، تتغطى ب 8 لفولات، تتغطى ب 4 لفولات، ما نعرف يعني حسب قيمه الكوانتايزيشن. يعني انا ممكن انا اغطي الصوره بلونين بس، فالصوره راح تتحول الى باينري، او انه طبعا اني دا اسولف على ديجيتال، دا اسولف على صوره ديجيتال بس هي باينري، يعني انه مثل ما نوهنا انه كل باينري هو ديجيتال، بس مو كل ديجيتال شرط ان يكون باينري، يعني انه الصوره هذه باينري فهي تحتوي على قيمتين بالكوانتايزيشن ليفل، تحتوي على صفر اللي هو البلاك، وتحتوي على 255 اللي هو وايت. اوكي، عندها تو كوانتايزيشن ليفلز، كل قيم صغيره راح تروح تنتمي للصفر تصير سوداء، وكل قيم عاليه راح تروح تنتمي لل 255 فتصير باللون الابيض. هذا اذا كان عدد الكوانتايزيشن ليفلز قليل. كل ما زيد عدد الكوانتايزيشن ليفلز انه اعطي 4، فاقول يابا كل قليل كلش يروح للاسود، شويه ازيد من عنده يروح لا للرمادي الغامق، بعدين شويه ازيد يروح للافتح، بعدين شويه يروح للابيض. فبهالشكل تقرا الصوره حتى تتحول الى ديجيتال. هسه مو شرط ان تكون باينري، هسه احنا راح ناخذ وحده من عندهم راح يكون شكلها باينري، اللي هي عباره عن بلاك اند وايت، بس البقيه مو باينري، بيهم تدرجات الرصاصه بس مو كلها، يعني مو كل تدرجات الرصاصه موجوده حسب انا ايش قد منطيه كوانتايزيشن ليفلز للصوره. فاكو شغله اللي هي بدايه طبعا هذه الداله كل احنا نعرفها، اللي هي تقرا من اسمها انه هي داله التحويل ما بين الار جي بي تو جراي، ده نحول من الصوره اللي لونها اللي بيها عده الوان اللي هي بيها ريد وجرين وبلو، نحولها الى جراي لتدرجات اللون الرمادي فقط. هذه خطوه مبدئيه لاجل ان ندخل بعمليه السامبلينج والكوانتايزيشن. هذه اللي بعدها طبعا كل شيء نحط قدامه البرسنتج النسبه المئويه امام السطر، معناها انه هذه ملحوظه يفترض ان تقراها فقط، وانما لا تنفذ بالبرنامج. انا كل ما اخلي للماتلاب امام الخطوه اخلي قدامه نسبه مئويه، دا اقول للماتلاب اعبرها ولا اشوف هذه الخطوه. كل ما اكتب خطوه واحط بعدها فاصله منقوطه، دا انطي للماتلاب خبر انه نفذ هذه الخطوه بس تعرض لي نتائجها. كل ما لا اكتب خطوه من دون ما احط بعدها شيء، دا اقول له لا اعرض نتائجها لان انا اريد اشوفها، فراح يعرضها بالكوماند ويندو. اوكي، نرجع الى هذه الملحوظه اللي هي على الايمج ريسايز. شنو سبب اختيار داله الايمج ريسايز؟ احنا اخذنا في تجربه سابقه وتعرفنا انه تغيير حجم الصوره يتم من خلال داله تسمى ايمج ريسايز، وكنا نكتب الصوره ونكتب بعدها فد سكيل نغير بيه حجم الصوره. هالمره نفس الداله، داله الايمج ريسايز، توظف عده وظائف، واحده من وظائفها هي اجراء عمليه السامبلينج. اذا كتبت بهذه الصيغه فد رقمين يعني ايمج ريسايز A، هذه هي الصوره، وما بين قوسين اقواس كبيره يكتب النمبر اوف روز والنمبر اوف كولومز، عدد الصفوف وعدد الاعمده. بهاي الحاله انا ايش دا اسوي؟ انه ايمج ريسايز انا غيرت بحجم الصوره، يعني شو معناها سويت؟ المنطق يقول لما ادا ازغر بحجم الصوره او دا اكيف حجم الصوره، ظاهرا انه انا دا اسوي سيلكشن، ظاهرا انه دا اختار فد سامبلات معينه من الصوره، فدا اجري عمليه السامبلينج. فيقول الايمج بي ذات هاز ذا نمبر اوف روز اند كولومز سبيسيفايد باي النمبر، هذه الصوره اللي حاليا اسمها بي عندها فد رقم من الصفوف والاعمده مذكور ما بين ذول الاقواس الكبيره. Either the number of rows or columns may be none. بعض الأحيان ما يذكر the number of rows. إنه أنا دا أقول له يا بحول الصورة A إلى صورة معينة، خزنها ب صورة هي A، خزن لي إياها بماتريكس جديدة B، وأنطيها سايز معين لعدد الصفوف والأعمدة اللي راح تتكون من عندها الصورة. فراح هو يسوي سيلكشن وراح يجري عملية السامبلينج. زين، إذا في حال ما كتبت ما بين ذول البراكتس، ذول سوري الأقواس الكبيرة، ما كتبت اني رقم، شو راح يصير؟ يقول in which case resize compute العمليه داله الريسايز راح تحسب، ايش تحسب؟ the number of rows or columns automatically، راح تحسب عدد الصفوف والاعمده بشكل اوتوماتيك، بشكل تلقائي
بس بشرط ان تحافظ على جودة الصورة، ان تبقي بريسيف تحفظ the image aspect ratio، تبقي الصورة انه هي واضحة وممكن ان يعني قدر الامكان ان تكون يعني تفاصيل الصورة اكثر وضوح. فهو راح يختار اوتوماتيك، يختار نمبر من الروز والكولومز، يعني انا اوكل الماتلاب باختيار هذه الماتريكس، هذه الماتريكس اللي هسه انا حاليا مسويت لك اياها هايلايتر. فشنو دا يصير؟ دا يصير انه انا عندي فد ايمج معينه، وكان يفترض انه انت من شفت البرنامج يا اما انت تعرف هذه التفاصيل كلها اللي انا ذكرتها، يا اما انت سويت سيرشنج بالماتلاب وتعرفت على هاي داله الايمج سايز، يا اما انت يعني معناها ما فهمته وما وصلتك من الفيديو ومع ذلك ما استفسرت. هذا كلش سلبي الموضوع، راح يخليك انه بس مجرد انه انا دا اتعامل ويا البرنامج كمسلمات، خلاص هو من الله هيك اكتب البرنامج وهيك ينفذ. لا، انا لازم اعرف كل خطوه شنو معناها، حتى من احتاج هذه الوظيفه ببرنامج اخر، يعني انا اتفقت وياكم ان امتحانات الفاينل ما راح تكون البرنامج مثل ما هو، وانما راح تطلب من عندك وظيفه معينه، هسه ممكن بيها خطوه من برنامج وخطوه من برنامج اخر، ممكن اني مثل بصله، ممكن اني يكون بغير موضوع. فاذا تفهم كل خطوه توظف كل داله، هسه مو شرط ان تحفظ على الغيب هذه الداله شلون تكتب، لانه هيلب الماتلاب موجود يمك وتقدر تستعين به، بس لازم تعرف كل داله شنو معناها، كل داله لمن ده توظف، وشنو سبب توظيفها بهالمكان. يعني احنا ماخذين الايمج ريسايز لها غير وظيفه، شو بنغير؟ غيرنا الحدود الماتريكس اللي راح نسيب بها الداتا، بدنا ناخذ معناها سلكشن، فبالتالي هذا يسوي عمليه سامبلينج. المفروض هالشكل يكون افضل، يعني انت تطلع على فائده كل داله.